عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نكمل وياكم شرح محاضرات الراديولوجي للجايتي. وصلنا للمحاضرة رقم 2. حكينا بالمحاضرة اللي فرعت يعني المحاضرة الأولى عن الإندوسكوب الأبر جايتي إندوسكوب يعني، والباريوم أخذناها وقلنا عندنا الكونتراست يعني اللي هي بيها الباريوم، وعندنا الجاستروغرافين ميل أوكي اللي هي قلنا يا ما يأخذها عن طريق الأورال او عن طريق الركتال. تمام، قلنا الابر جي اي تي اندوسكوب، الابر جي اي تي اندوسكوب وايد يوز، وهو الانيشال انفستيجيشن خصوصا يعني بالجي اي تي عندنا احنا الانيشال انفستيجيشن هو الابر جي اي تي اندوسكوب، راح يعني يبين لنا يعني صوره نشوف وياخذ لنا اصلا بايوبسي. اوكي، فان بيشنت وذ بوسيبل ديزيز ان ذا ستومك اند ديودينوم it is enable to the mucosa of stomach and duodenum. راح يسوينا direct يعني inspection نشوف الصورة للديزيز وناخذ بايوبسي. تمام، فهو الانيشال يعني الابر جي اي تي اندوسكوب هو الانيشال انفستيجيشن. اوكي زين، ايش وقت اسوي كونتراست راديوغرافي؟ ايش وقت استخدم هالكونتراست سواء الباريوم او الجاستروغرافين ميل؟ اوكي، اكو لها انديكيشن. اذا مثلا صار فيلد اوف جاستروسكوبي، تمام، فيلد بالجاستروسكوبي اسوي كونتراست انطي. اذا اسوي اسسمنت اوف ديودينال ستراكشر، تمام، وما اقدر هذا اميزه يعني بالاندوسكوب، تمام، اذا اكو عندي ديودينال ستراكشر فهذا ما راح يوصل الاندوسكوب اليه، فاسوي شنو انطي باريوم واخذ صوره اليه. بعد assessment of the function مثلا الجاستريك امبيتنج فولو جاستر يعني جاسترونتيروستومي. اوكي يعني مثلا انطي هاي الباريوم واصور واشوف ايش قد راح يعني الوقت يلا تفرغ بيه الجاستريك، تمام، والموفمنت مالتها بعد ما اسوي سيرجري يعني جاسترونتيروستومي. اوكي بعد شنو يفيدني؟ to confirm rule of anastomotic leak فولو جاستر يعني جاستريك سيرجري water soluble contrast under يعني rather than باريوم. تمام، هم استخدمها اذا مثلا سويت سيرجري يعني للستومك، تمام، وسويت انستيموسيس فعلى مود اشوف اذا اكو ليك او اني ديفكت، فيعني انطي هاي الباريوم واصورها. تمام، فهسه اذا اكو فيل بالجاستروسكوبي استخدمها، اذا اريد اسوي اسسمنت للديودينال ستراكشر وما راح اقدر اشوفها زين بالاندوسكوب، اذا اريد اسوي اسسمنت للفانكشن مال الجاستريك امبيتنج. اوكي، واذا اردت اسوي كونفيرم للانستيموسيس ليك فولو جاستريك سيرجري. هذني اربعة استخدامات يعني الدواعي انه استخدم الكونتراست. اوكي، هاي الصورة شنو؟ هاي الصورة مال الترا ساوند. الترا ساوند يعني للستومك يعني او للابدومن، هي تظهر انه عنده يعني بيدياتريك او نيونيت عنده شنو هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. تمام، هذا هنا هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس ريفيرز تو ذا شنو ايديوباثيك ثيكنينج وين بالجاستريك مال البايلوريك ماسكوليتشر. اوكي، ذن ريزولت بروجريسيف جاستريك اوتليت اوبستراكشن. ايش راح يصير عنده هذا؟ راح يجي النيونيت عنده بروجكتايل فوميتنج، تمام، يعني راح يظل يتقيا بعيد. تمام، وايضا شي يصير عنده؟ يصير عنده لوس ويت، يعني ما راح يصير يعني سمين، يبقى يضعف. تمام، فشنو معناته؟ نجي نسوي له احنا ابدومينال الترا ساوند راح نشوف عنده البايلوريك يعني هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. تمام، الالترا ساوند از ذا موديلتي اوف تشويس فور اسسمنت اوف هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس. اذا هسه هاي مهمه، شنو التشويس للهايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس؟ هو الالترا ساوند. تمام، وهاي الصورة ما قلنا مال بايلوريك ستينوسيس للنيونيت عنده ثيكنينج وين بالبايلوريك. تمام، هذا هنا اكو ثيكنينج بالبايلوريك مال النيونيت، هاي الترا ساوند. تمام، عندنا الهايتس هيرنيا. الهايتس هيرنيا شنو هي؟ الهايتس هيرنيا is herniation of the stomach into the mediastinum منين؟ من خلال الاسفاجيال هايتس in the diaphragm. اوكي، احنا عندنا هسه الاسفيجاس يعني يدخل بالدايفرام وانه بيرتبط وين بالستومك، يعني عندنا الجاسترو
جاسترو اسفاجيل جنكشن اللي هو صاير اسفل الدايفرام، تمام؟ الجاسترو اسفاجيل جنكشن وين صاير؟ جوا الدايفرام. بهاي الهايتس هيرنيا راح يصعد هذا الجاسترو اسفاجيل جنكشن راح يصعد فوق الدايفرام، تمام؟ فيقول it is common finding شنو عندنا two main type of hiatus hernia، عندنا نوعين من الهايتس هيرنيا، عندنا السلايدنج اللي هي مور كومن، وعندنا الرولينج اللي هي بارا اسفاجيل. اوكي، وهاي هسه الصوره، هاي الجاسترو اسفاجيل جنكشن والفندس مال الاستومك، لان الصعدات وين؟ فوق الدايفرام، تمام؟ فهسه هاي السلايدنج هايتس هيرنيا، كنا الهايتس هيرنيا بها نوعين سلايدنج ورولينج. السلايدنج هي المور كومن. السلايدنج هير سلايدنج هايتس هيرنيا هي شنو؟ الفندس اوف ذا ستومك عند الجاسترو اسفاجيل جنكشن هاف هيرنيشن خلال الاسفاجيل هايتس ابوف دايفرام. اوكي، يعني الجاسترو اسفاجيل جنكشن والفندس مال الستومك راح يطلع عن وين؟ فوق الدايفرام، يصلن لي فوق. اوكي، وهاي الصوره مالتهن. السي تي، ايش وقت استخدم السي تي؟ السي تي استخدمه اذا اريد اعرف الستيج مال الاكسترا لونال الاكستند اوف اي ديزيز. اوكي، اي ديزيز وبي يعني ستيجنج، وراح يمتد خارج اللومن، فاريد اعرف يعني مثلا كارسينوما او مثلا عندي كرون ديزيز، فاريد اعرف الستيجنج مالته او الامتداد مالته خارج اللومن. فهسه هذا الاستخدام الاول. الثاني further evaluation of the stomach if the suspicion of external mass مسوي compression على الستومك. اوكي، اذا انا اتوقع مثلا اكو ماس من الخارج ومسوي compression على الستومك، فاستخدم اسوي سي تي سكان. اوكي، هسه صار عندي استخدامين، يا اما اريد اعرف الستيج مال الاكسترا لومينال يعني ديزيز شو لي وين ممتد، تمام؟ او اذا اتوقع مثلا suspicion of external mass مسوي compression على الستومك. اوكي، هاي هنا سي تي gastric carcinoma in the CT thickening wall وبي ulceration. اوكي، هذا ulceration وthickening wall بالgastric. شنو عندنا بعد؟ عندنا البزوار. شنو البزوار؟ اللي هو accumulation of indigested food وين؟ بالجي اي تي تراكت. اوكي، بالgastrointestinal tract. عندنا يا اما trichobezoar وعندنا phytobezoar. الtrichobezoar اللي هو شنو؟ الهير، accumulation of hair بالstomach، تمام؟ وهاي الصوره مالته، هاي ياخذ شكل الاستومك، لان الهير هو ما راح يصير له دايجستشن، فيبقى هاي يسحوا لها ترايكوبزوار، واللي يصير يعني اكثر شيء بالفيميل بالسايكاتريك. اوكي، وعندنا الفايتوبزوار، هاي اللي راح يصير وين؟ يعني اكيوميليشن ان دايجستد فود، واللي هم يصير بالكبار دول اللي يعني ما عندهم هيك اسنان وياكلون شلون الاكل كميه يعني نفسها، فيصير كميه الاكل بعدين food indigested. اوكي، هاي بالسي تي راح تبين هاي ماس بالستومك. اوكي، هسه هاي الترايكوبزوار والفايتوبزوار. عندنا السمول انتستين ايمجينج. انا السمول انتستين شنو اسوي لها؟ السمول انتستين تقريبا يعني هي 7 امتار هيك شيء طولها، فيعني اذا استخدم ابر جي اي تي اندوسكوب هو راح يوصل يعني للديودينام. اوكي، او يعني البارت من الديودينام. اوكي، الكولونوسكوب راح يوصل يعني للتيرمينال بارت اوف شنو من التيرم او ديستال بارت من التيرمينال اليوم. اوكي، فراح يبقى هذا السمول انتستين شنو اسوي له على مود يعني انفستيجيشن. عندي اول شيء الاندوسكوب، وعندي كبسول اندوسكوب، وعندي انتيروكلايسيس او السمول باول انيما، وعندي السي تي، وعندي الالتراساوند. اوكي، نجي هسه وحده وحده. الاندوسكوب cannot be performed due to long and tortuous in the nature. اوكي، فيعني ما اقدر استخدم الاندوسكوب، ليش؟ لان السمول انتستين تكون long and tortuous يعني طويلة ومتعرجة. اوكي، فما اقدر استخدم الاندوسكوب، هنا ما راح يفيدني. عندنا الكبسول اندوسكوب، هاي الكبسولة اللي انطيها يبلعها، و يعني بالكبسولة بها كاميرا هاي، فمن خلال ساعتين الى 3 ساعات راح تطلع، راح ارجع اخذها هاي افتحها واشوف بها عبارة عن صور. هاي هم هنا يعني هم نادرا نستخدمها، قليلة ما متوفرة، وهم يعني التكلفة مالتها فقليل نستخدمها. هسه صار عندنا 2، الاندوسكوب والكبسول. الاندوسكوب اللي هي قلنا يعني تقريبا تاخذ وقت 9 ساعات الى 3، وبعدين اخذها واشوف الصور بها. اوكي، بعد عندنا
الانتروكلايسيس او السمول باول انيما. سمول باول انيما هاي شنو هي؟ هاي تكون مور انفيزيف. تمام، انفيزيف شلون يعني؟ تتطلب انه تخلي نيزو ديودينال يعني تيوب، تخلي تيوب من النيزل للديودينم توصل، وراح تدفع بيها هاي باريوم وبعدها تدفع ووتر، وراح تسوي ديستينشن للباول وتاخذ الصوره. اوكي، فهاي تكون يعني هم قليل نستخدمها. ليش؟ لانه تكون انفيزيف. اوكي، تحتاج يعني انه تطلب انه نيزل ديودينال تيوب، فهم قليل نستخدمها. بعد شنو بقى عندنا؟ عندنا السي تي. السي تي اللي هو اكثر شيء نستخدمه. اوكي، سي تي اوف سمول باول. السي تي ايش راح يطلع لنا؟ اذا اكو ثيكنينج بالباول وول، اذا اكو مثلا امبورتنت ساين اوف مثلا مال انتستينال اوبستراكشن، اذا اكو تيومر، اذا اكو انفلاماتوري باول ديزيز، هو اللي راح يطلع لنا اياهن. اوكي، فنستخدم السي تي لان هو يعني مور كومن وافضل شيء، ويطلع لنا مثلا الساينات المهمه مال الديزيز. اوكي، بعد عندنا الالترا ساوند. الالترا ساوند هم يطلع لنا يعني اذا اكو ثيكنينج بالباول، واذا اكو ابسس او انفلاماتوري. تمام، هم راح يطلع لنا اياه. واحنا بالابدومن دائما الفيرست لاين هو اللي نستخدمه الترا ساوند. اول ما يعني اول شيء نسويه هو الفيرست لاين الالترا ساوند، وبعده السي تي. اوكي، هاي نورمال باريوم فولو، هاي يعني باريوم منطينا وماخذين له صوره، وهاي هنا اللي قلنا عليها السمول باول انيما. تمام، سمول باول انيما عن طريق كنا شنو التيوب. تمام، نعطيه نيزو ديودينال تيوب، وراح نحقن هاي باريوم وبعدها وتر او مثيل، ونرجع ناخذ له صوره. هاي مثل ما جاي تشوفون هسه هاي التيوب نيزو ديودينال تيوب، نعطيه باريوم وبعدها يعني ناخذ صوره. اوكي، زين. الراديولوجيكال ابروتش اوف باول سمول باول اسكيميا. اوكي، انا عندي سمول باول اسكيميا، شنو راح يعني اسوي له انفستيجيشن سمول باول اسكيميا؟ الفيرست لاين قلنا احنا للابدومن هو اول ما نستخدم نسوي الترا ساوند. تمام، نبدي بالبسيط الترا ساوند، بعد الالترا ساوند استخدم سي تي، والسي تي ورا اسوي انجيوغراف والام ار اي غير يعني هنا نادرا نستخدمه. اوكي، فابدي بالبسيط الترا ساوند والنوب سي تي، وبعدها انجيوغراف والنوب ام ار اي، وقلنا كلش قليل. الالترا ساوند قلنا اول شيء مفيد هو بالبيدياتريك والبرجننت، بانه ما بي يعني راديشن. اوكي، ويطلع لنا اذا اكو مثلا ثيكنينج، اذا اكو ابسس، اذا اكو يعني باور ثيكنينج قلنا، اذا اكو ابسس يطلع لنا البيرستالسيس، واهم اقدر استخدم الدوبلر الترا ساوند على مود اشوف البلد فلو. اوكي، استخدم دوبلر الترا ساوند. السي تي هو البرايمري موديلتي اوف ايفالويشن سسبكتد اوف سمول باول اسكيميا. اوكي، البرايمري موديلتي على مود اشوف سمول باول اسكيميا هو السي تي، وهم قلنا نشوف اذا اكو ثيكنينج بالوول، اذا اكو نيماتوسيس انتستيناليس. تمام، هم نشوفه، واذا اكو ارتيريال اكلوجن. تمام، اكو يعني سايت اوف ارتيريال اكلوجن، هم راح يطلع لنا اياه بالسي تي، واقدر استخدمهم انجيوغراف وام ار اي كلش قليل. فهسه شنو اللي استخدمهن؟ الترا ساوند هو الفيرست. تمام، وبعدها السي تي هو البرايمري موديلتي، واستخدم انجيوغراف وام ار اي. هاي هنا هسه سي تي مطلع لنا السايت اوف اوكلوجن. اوكي، بالسوبر ميزنتريك ارتري اللي هو ينطي السمول انتستين، وهنا هذا هم السي تي، بس شنو نون اوكلوزيف ميزنتريك، يعني نون اوكلوزيف ميزنتريك اسكيميا. بعد الايمجينج ان ذا بيشنت وذ ابندسايتس. تمام، اذا يعني اتوقع سسبكتد اوف ابندسايتس، بيشنت عنده ابندسايتس، شنو راح استخدم؟ اول شيء هم قلنا نبدي احنا بال يعني بسيط اللي هو الالترا ساوند، وبعدين سي تي، وبعدين ام ار اي. اوكي، الالترا ساوند هو الفيرست ايمجينج موديلتي. هسه هنا شنو كان يعني بالابندسايتس الفيرست ايمجينج موديلتي الالترا ساوند، بس بالباول اسكيميا الفيرست ايمجينج موديلتي كان السي تي. تمام، زين، الالترا ساوند قلنا هسه هو الفيرست ايمجينج موديلتي، وخاصه بالتشيلدرن والبريجننت على مود ما اتجنب الراديشن مال السي تي، فهو اللي استخدم الالترا ساوند. الجولد ستاندر للابندسايتس شنو؟ الجولد ستاندر ان ذا ادلت هو السي تي. اوكي، الجولد ستاندر بالادلت هو السي تي، بي هاي سنسيتيف اند سبيسيفيك. اوكي، هاي سنسيتيف وسبيسيفيك. الام ار اي
شو وقت استخدمه مثلا بالالترا ساوند ما طلعت تمام، وهي برجنت او بيدياتريك هو ما انطيهم سي تي وعرضهم للاشعاع فاستخدم الام ار اي. اوكي الفايندينج شنو راح القاني؟ راح اشوف اللارجمنت ويكون الوال مالتها تكنيك، وممكن القى ابيندكولر ماس اور القى ابسس. اوكي هسه قلنا نستخدم الالترا ساوند هو الفيرست ايمجينج موديلتي تمام. الجولد ستاندرد للابندسايتس بالادلت هو السي تي تمام. شنو الفايندينج اللي راح القاها؟ اللارجمنت بال هي بالابندسايتس، القى الثيكنينج بالوال مالتها، والقى ممكن ابندكولر ابسس اور ماس. هذا الالترا ساوند وهذا اكو ثيكنينج بالوال مالت الابندسايتس. اوكي وهذا هم سي تي وهم طلعنا اكو ثيكنينج بالوال واكو يعني فات سراوندينج. اوكي هاي زين. الايمجينج اوف انفلاماتوري باول ديزيز، الايمجينج هي نون انفيزيف واي تو اسسمنت اوف باول تمام. هي طريقه يعني مو انفيزيف، مو تداخل جراحي. ريديوس تقلل نيد اوف ريبيتد اندوسكوب. اوكي ما استخدم الاندوسكوب هواي. الايمج هي يعني تساعدنا على مود نميز اذا اكو انفلاماتوري باول ديزيز من الجاسترو انتستينال ديس اوردر مثل انفكشن او كانسر. اوكي زين. الكومن ايمج اللي موديلتي اللي استخدمها تمام بالانفلاماتوري باول ديزيز قلنا هم نفس الشيء، نبدي بالبسيط كلهن الترا ساوند سي تي ام ار اي وبعدين اندوسكوب تمام. الالترا ساوند شنو يبين؟ هم نفس الشيء يبين لنا اكو باول ثيكنينج، اذا اكو ابسس، اذا اكو ماس تمام. السي تي يقدم ديتيلز اكروس سكشن ايمج تمام. السي تي هو اللي بيزن يعني يميز انه الاستيجات، واذا خارج يعني طالع مثلا عن الباول، اذا اكو ستراكشر كلنا ذني، او اذا اكو كومبليكيشن، هاي راح يميز لنا اياها السي تي. الام ار اي قلنا على مود اذا اكو مثلا وين الام ار اي هو يعني يكون افضل عندي انا هسه انفلاماتوري باول ديزيز. اذا انفلاماتوري باول ديزيز مثلا صايره بالبيلفيك بالبرينيال، هنا راح استخدم شنو؟ الام ار اي هو هنا يكون يعني التشويس. الاندوسكوب هو يعني مو ايمجينج لكن هو تراديشنال نستخدمه، هو الفيرست تمام. فاحنا هسه عندنا يعني بالانفلاماتوري باول ديزيز اول ما نستخدم هو الاندوسكوب. اوكي هاي ulcerative colitis، هذا جاي نشوف الكولون وما بي يعني الهوسترا ماكو ما موجودة وكونتينوس، فهذا ulcerative colitis in the whole colon. هاي هنا سي تي وهم جاي نشوف thickening للوال وكستيندد to the rectum، وهذا الام ار اي نطلع لنا الرقتم. الكرون ديزيز، ديزيز هو قلنا اوف ان نون ايتيولوجي تمام، ما معروف نون سبيسيفيك كرون جرانيولوميتس انفلاميشن، وقلنا بي يعني يبدي منين؟ هو من الليبس تو ذا تيرمينال ايليام، وبي ستراكشر يعني الكومبليكيشن مالتك ستراكشر دايليشن السر ثيكنينج ثيكنينج ديستوريشن. اوكي وياثر على الميوكوزا فولد ويكون ممكن بي فيستشوله. اوكي هاي هنا منطين باريوم وماخذين يعني صورة، هاي ستركتشر وهذا هنا سي تي وهذا اكو ثيكنينج بالوال. بعد الايمجينج اللي استخدمها بالدايفيرتكولار ديزيز، الدايفيرتكولار شنو هو؟ اللي هو شنو؟ اوت باتش اوف ميوكوزا، واللي يكون اكثر شيء يعني بالاولدر ايج نشوفه. Presence of non-inflammatory diverticulum common when أشوفه بالold الأشخاص الكبار. أوكي الdiverticulitis، هاي diverticulosis تمام. الdiverticulitis هو شنو؟ هو inflammation بالdiverticulum. أوكي هو inflammation بالdiverticulum، هذا diverticulitis وذاك diverticulosis. زين شنو أستخدم بالدايفيرتكولوسيس؟ السي تي هو الجولد ستاندر. اوكي هنا السي تي هو الجولد ستاندر بالدايفيرتكولايتس، وهم ايضا استخدم الترا ساوند انا بدي اشوف اذا اكو انفلاميشن واكيوميليشن اوف فلويد، واستخدم الام ار اي وقلنا قليل الام ار اي. بس احنا دائما يعني جاي نشوف نبدي الترا ساوند وسي تي سي تي وبعدين ام ار اي تمام. الام ار اي قليل نستخدمه بس يعني خاصه اذا اكو مثلا برجننت او بيدياتريك، والفيرست هو الالترا ساوند، وهسه هنا الجولد ستاندر هو السي تي. هاي هنا
اكستنسيف كولون دايفيرتيكولوسيس، اوكي هاي الدايفيرتيكولوسيس اللي هي الباوتش تمام، وهاي هنا دايفيرتيكولايتس. ليش هاي اكو دايفيرتيكولوم وهذا الباس، يعني اكو صاير انفلاميشن دايفيرتيكولايتس. زين الايميجينج اوف كولوركتال كانسر، الكولوركتال كانسر على اسمه الكولوركتال كانسر الديفينيتيف اند الجولد ستاندرد هو شنو؟ كولوركتال او الكولونوسكوب. اوكي كولوركتال كانسر الكولونوسكوب هو الديفينيتيف اند الجولد ستاندرد. اوكي الكولونوسكوب. وايضا هم عندنا فيرتشوال كولونوسكوب اللي هو هذا يعني راح ندفع شلون الاير ونرجع ناخذ يعني هم كولونوسكوب. اوكي بعد شنو عندنا؟ عندنا السي تي هو الموست كومن يوز تمام. اذا هسه احنا السي تي هنا هو الموست كومن يوز نستخدمه، لكن الجولد ستاندرد هو الكولونوسكوب. وعندنا ام ار اي والترا ساوند تمام. الام ار اي وين استخدمه؟ هو يكون تشويس اذا كان هسه هنا اذا كولون الكولونو كارسينوما، بس اذا كان ركتال كانسر هو الام ار اي هو تشويس. اذا هسه اذا اكو كانسر بالكولون فهو شنو؟ كولونوسكوب هو يعني الجولد ستاندرد اند ديفينيتيف دايجنوستس. السي تي هو الكومن يوز اكثر شيء نستخدمه تمام. اذا كان الكانسر موجود وين؟ بالركتم، الام ار اي هو راح يكون الديفينيتيف دايجنوستس والجولد ستاندرد. اوكي ونستخدم هم بالالترا ساوند. الستيجنج عندنا تي ان ام، التي التيومر سايز تمام، وعندنا الليمف نود انفولفمنت تمام، وعندنا الديستنت ميتاستاسيس الام. اوكي خصوصا احنا عندنا بالميتاستاسيس يعني السي تي سكان هو اللي راح يفيدنا. اوكي وعاده الميتاستاسيس كمان وين راح يروح؟ يعني للليفر وللانج. اوكي اول شيء للليفر وبعدين اللانج. هذا سي تي يبين انه ديسيندينج كولون تيومر، هذا ديسيندينج كولون تيومر، هذا سي تي، وهذا ام ار اي ركتال تيومر. قلنا الام ار اي يفيدنا بالركتال اللي هو الجولد ستاندرد. هسه شنو عندنا؟ عندنا الكولون او الكولوركتال كانسر، الكولوركتال كانسر الجولد ستاندرد اللي هو الكولونسكوب، الموست كومن السي تي سكان، الركتم الجولد ستاندرد اللي الام ار اي تمام. الدايفيرتيكولوسيس او الدايفيرتيكولوم الموست كومن او الجولد ستاندرد اللي هو شنو؟ السي تي. بعد عندنا غير الدايفيرتيكولوم الانفلاماتوري باول ديزيز، الكمن الكمن اللي نستخدمه احنا هو السي تي. والابندسايتس قلنا هم الجولد ستاندر الها بالادلت هو الجولد ستاندر السي تي، لكن الفيرست ايميجينج موديلتي هو الالترا ساوند. لهنا تكمل المحاضرة، شكرا جزيلا.